دلوقتي نروح بقى لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن تقييمك لافضل منتخب في كاس امم افريقيا حتى الان بعد ختام منافسات الجوله الثانيه لدور المجموعات. تعالوا كده بقى ناخد اراء جمهورنا على السوشيال ميديا، وهنبدا من عند البدايه من عند عبده ناصر بيقول صباح الخير عليكم انجي احمد، نهاركم ابيض. افضل ثلاث منتخبات من وجهه نظري هما الكاميرون نيجيريا والمغرب، ياتي بعدهم من وجهه نظري ثلاث منتخبات هما تونس ومالي ومصر، وصاحب المفاجات في البطوله طبعا منتخب سيراليون. بالتوفيق لمنتخبنا المصري. شكرا يا عبده. محمود بيقول صباح الورد عليك يا انجي، صباح الفل عليك يا احمد. من وجهه نظري افضل منتخب في كاس الامم حتى الان بعد ختام منافسات الجوله هو منتخب نيجيريا بالاداء الجميل والابداعي واللعب بروح واصرار والفوز المتتالي، واتوقع يوصل الادوار الختاميه ويليه منتخبنا بعد الفوز على غينيا وعوده التركيز والروح لمنتخبنا مره اخرى، وان شاء الله القادم افضل لمنتخبنا. دايما منورين الشاشه وانتوا الثلاثه انجي واحمد ونيرفانا الثلاثه المحببين بالنسبه لي. مشكورك جدا، وانت كمان حبيبنا والله يا محمود. محمد بيقول صباح الخير يا انجي، صباح الخير يا احمد، نهاركم ابيض بخطين حمر. انا شايف الافضل حتى الان سيراليون ونيجيريا والمغرب، بس البطوله هتكون لمصر ان شاء الله تعالى باذن الله يا محمد.